اهلا بحضراتكم من جديد، وباقي فقرات الاهلي خط احمر، وحابين يعني الناس تبقى متابعه معانا مباراه كاس العالم. الارجنتين ما زالت متعادله مع منتخب استراليا يعني مرور نصف ساعه، والنتيجه 0-0 حتى هذه اللحظه. لكن نرجع طبعا لما هو اهم، ولما نقول ما هو اهم يبقى اكيد النادي الاهلي هو الاهم، واكيد يعني لسه مستمرين في يعني توابع مباريات الاهلي والجيش والفوز على الجيش 2-1. وعندنا بالتاكيد تصريحات لمستر كولر هيكون عندنا تعقيب عليها، ولكن نطلع نشوف الاول اول تصريح لمستر كولر في المؤتمر الصحفي لمباراه الاهلي وطلائع الجيش. Von der Nationalmannschaft vielleicht zurückgekommen sind und ja, das braucht alles wieder ein bisschen Zeit, bis es wieder ineinander greift. هو طبعا الريتم بتاع الفرقه مبقاش هو بياخد وقت عقبال ما نخش في الريتم تاني، لكن الموضوع ما كانش التوقف قد ما كانت الاصابات، ان في لعيبه جات لنا من المنتخب مصابه، يعني الموضوع كان حاجتين في وقت واحد، التوقف ومعاه كمان الاصابات، وموضوع الاصابات ده هو اللي عطلنا يمكن اكتر من اللعيبه اللي جت مصابين من المنتخب وكده. Was eigentlich auch noch ist, also wenn du natürlich, jetzt sind wir drei Monate hier und erzählen fast jeden Tag das Gleiche, dann gibt es natürlich dann auch irgendwann mal so den Einfluss, wo man vielleicht dann mal was anderes machen muss oder mal lauter werden muss, damit die Spieler merken, okay, es läuft nicht automatisch so weit, sie müssen ihre Leistung auf den Platz bringen. كمان لما بتقعد ثلاث شهور مع الفرقه تقريبا بتقول نفس الكلام كل يوم في الكوره، بيجي لحظه ممكن اللاعب يبدا يحس ان الموضوع بقى خلاص تقليدي شويه، فبتحتاج لازم حاجه مختلفه، صوتك يعلى شويه، طريقتك تختلف شويه، بحيث ان انت تجدد الدوافع وتزق اللعيبه مره ثانيه عشان يعملوا اللي انت عايزه. خليني اقول ان يعني جماهير النادي الاهلي مع مباريات المقاولين في كاس مصر ومع مباراه طلائع الجيش يعني انتبه بعض القلق، لان كان في قبل التوقف يعني الليفل او مستوى النادي الاهلي قدم مستوى عالي جدا، وكانت اللعيبه فايقه بشكل كبير جدا، وكان الاداء والنتيجه وفوز ببطوله سوبر وتخطي دوري ابطال افريقيا مواجهه صعبه جدا، حتى وان كان البعض حاول يقلل منها، وهو بعد كده الاتحاد المنستيري اطاح ببطل او حامل لقب نسخه الكونفدراليه الماضيه، حصل هزة أو انخفاض في المستوى. أنا بشوف إن ده طبيعي من وجهة نظري، أي توقف يعني بيتبعه يعني تغير إلى حد ما في المستوى أو التارجت أو الليفل اللي أنت وصلت له. اللي حصل ده حصل مع الاتحاد السكندري وحذرنا منه، فريق الاتحاد السكندري حقق 3 انتصارات، وفي المباراة الرابعة أمام فريق غزل المحلة اللي هيواجهنا المباراة الجاية في اسكندرية اتهزم 2-0. النادي الأهلي طبعا مختلف تماما، خبرات اللاعبين مختلفه تماما، فقدرت ان انت في محاوله استعادتك تاني للمستوى اللي ظهرت عليه قبل التوقف قدرت ان انت تحقق التارجت وهو عبور المقاولين العرب والفوز على مباراه طلائع الجيش، لكن هو التوقف فقط لا غير هو اللي كان الازمه؟ لا، وكولر قال ده ووضح ده، وده نربطه بالفقره اللي احنا اتكلمنا فيها عن غياب بعض العناصر زي ما فارس قال المؤثرين بشكل كبير جدا اللي يقدروا يمنحوك يعني افضليه بمستوى فردي وبشكل فردي ويدوا لك اضافات في مراكزهم، وده اللي اتكلم فيه مستر كولر وقال لك ان انا عندي ايضا مع التوقف عندي اصابات. النقطه بقى اللي انا قلقان منها واتمنى ان هو يعالجها بشكل كبير جدا هي فكره الدوافع اللي بعد 3 شهور من اعاده نفس الكلام، لا احنا محتاجين كل وقت وكل فتره وكل بطوله وكل مباراه لازم يكون في خلق الدوافع مختلفه. كنت اتمنى جدا اللي استعرضناه النهارده من مباراه ومواجهات الاهلي وطلائع الجيش تكون دافع عند لعيبه النادي الاهلي، لازم لعيبه النادي الاهلي تبقى فاهمه ان جماهير النادي الاهلي ما بتحبش يكون في منافس قريب في عدد مباريات الفوز والتعادل مع النادي الاهلي، فلما تيجي تتكلم عن اخر 6 مباريات قبل مباراه الامس بين الاهلي وطلائع الجيش انت فزت حرفيا في مباراه واحده داخل ال 90 دقيقه. المباراة الكاس انت تعادلت ووصلت ركلات ترجيح، والسوبر تعادلنا ووصلوا ركلات ترجيح، لكن انت فزت مباراة وهم فازوا مباراة او طلائع الجيش فاز مباراة وتعادلنا ال4 مباريات. ده يعني سلسلة مباريات اعتقد مش هي الافضل عند لعيب النادي الاهلي ولا تليق باسم النادي الاهلي مع كامل احترامنا لفريق طلائع الجيش، وبالتالي كان ده ممكن يكون دافع كبير جدا، واتمنى يكون ده الدافع اللي موجود قبل مباراة طلائع الجيش. طب الدافع الاخر في مباراة غزل المحلة، غزل المحلة عندنا دوافع كتيرة جدا على المستوى التاريخي، كانت مشكلة كبيرة جدا مبارياتنا في غزل المحلة، على المستوى حتى الحديث لا عندنا مشاكل في مباراة غزل المحلة، انت الموسم اللي فات بتفوز 3-2 في الدقيقة الأخيرة بهدف من خطأ أو فاول لاعبه علي معلول، والموسم اللي قبله انت حرفيا كان بداية خسارة الدوري في مباراة غزل المحلة في المحلة لما اتهزمت 1-0، مباراة كان بطلها الحكم المصري محمد معروف، فلازم يكون عندنا
كل مباراة في دوافع وفي ربط بين ما حدث في الماضي وما يحدث فيما هو قادم، عشان ده مهم جدا يا فارس، لان بطولة الدوري مفيش رفاهية ان انت تخسر للبطولة العام التالت على التوالي، فانا محتاج ان انا كل مباراة داخل بدوافع مختلفة. بص، الجمهور اكتر حد يعكس اللي انت بتقول. جمهور السنة دي يا أسامة من اول ماتش في الدوري هو بيقول الدوري أهلي، وانا يمكن ما افتكرش موسم كان الجمهور من بداية المباراة أو من بداية الدوري فيه أو من الجولات الأولى كده دايما هتافوا الدوري أهلي. يعني هو واضح جدا السنة دي، وأنا حتى طرحت سؤال هنا قبل كده يمكن ناس كتير ناقشتني فيه بعد الحلقة عن فكرة دوري أبطال أفريقيا، إن قد يكون ربما دوري أبطال أفريقيا هدف أساسي للنادي الأهلي، ولكن تقبل الناس أو تقبل الجمهور لاحتمالية إنك ممكن تخسر دوري أبطال أفريقيا هتظل قائمة، إنما تقبل نفس الجمهور لاحتمالية إنك تخسر الدوري الثالث على التوالي هتكون غير موجودة بالمرة، خصوصا لو لصالح الزمالك أو لو لصالح أي حد، بس لو الزمالك لأول مرة في تاريخه. فأنت بتتكلم إن لا، طبعا التعامل مع بطولة الدوري السنة دي مختلف، والتعامل مع اللاعبين مختلف، وعشان كده طبعا أنا من الناس اللي كنت شايف فترة التوقف ما كانتش في صالح النادي الأهلي، يعني يمكن ما أعرفش أنت كنت شايفها لا إزاي. لا ده أكيد أنت كنت مستواك وكيرف طالع لفوق. ناس كتيرة قالت إن ده فرصة الكولر، أنا كنت شايف إن ده مش حقيقي، وأعتقد فعلا إحنا كنا متفقين على ده، ولكن المهم خلينا نتفق إن ميسي جاب جول. ميسي جاب جول. بص انا بقعد هنا، انا بقعد هنا ميسي بتنزل عليه البركات، يعني ارجنتيني اللي لا لا على فكره ما بهزرش، انت كل ماتش بتصادف الارجنتين والارجنتين بتبقى مكسره الدنيا. يعني بص ارجنتيني اللي فانت هيجيبوك في الارجنتين الماتش الجاي هيعملوك تميمه ويشوفوا هنا القناه يستاذنوا لو في برنامج تاني تيجي ساعه الماتش بس شويه دول يطلع هوا بتاع ماتش الارجنتين. لا والله بجد وشك حلو على الارجنتين الحمد لله، يعني مش هيبقى قطر والارجنتين يا جماعه، هيبقى قطر اديتها فكويس. يعني اعتقد يمكن رغم انا هنا يمكن لو تفتكر قبل البطوله كنت قلت ان الارجنتين البطوله دي ممكن تعمل حاجه، حتى انت قلت لي هي بعيده شويه، ولكن نتائجها في الاول يا اسامه ماتش السعوديه خلتنا احس ان ممكن تبعد، ولكن الارجنتين بتدخل كل شويه جوه البطوله بشكل وروح وقافلين على نفسهم، وطبعا انت شفت جمهور الارجنتين رد وين ميسي وين سالم وعاملين حاله كويسه جدا. والارجنتين يا جماعه والبرازيل تحديدا من المنتخبات اللي شعبيتها في مصر يعني جارفه، يمكن بتشوف ماتشات البرازيل انا لا يعني مع الوقت يمكن ده ما بقاش زي زمان، في ناس كتيره بدات تشجع منتخبات مختلفه، ولكن انا فاكر يا اسامه في وقت يمكن 98 تحديدا وكان الواحد لسه صغير شويه، يمكن رونالدو لما عرفت انه مش هيلعب ماتش فرنسا ده كان بالقهوة طبعا، كان في الاول بيتقال انه مش هيلعب، كان انفصاله عن حبيبته وبتاع، كان بالنسبه لك كطفل يعني ايه رونالدو ما يلعبش ماتش فرنسا، وفي الوقت ده كانت الشعب المصري قريب قوي 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 من فكره ارتباطه بالبرازيل، وطبعا فترات بقى بيبيتو ورقصه بيبيتو كان هوا الشارع المصري برازيلي. بص ما تكلمش بس الكيمياء دي اتغيرت دلوقتي، ما تكلمش واحد ارجنتيني اللي هوا عن البرازيل يعني ما ينفعش يعني انت فاهم ما صعب. طيب عندنا بقى فيديو كولر الثاني، وطبعا كويس ان احنا يعني الناس اكيد يا جماعه في ناس كتيره جدا ما بتروح ما بين خط احمر وماتش الارجنتين شويه هنا وشويه هنا، فكويس ان احنا نبقى عايشين معاكم الحاله ومعاكم في كل حدث ومعاكم في كل حاجه، ودايما كده احنا بنكون بنفكر باللي بيدور في دماغكم، ولكن كولر كمان بيفكر في اللي بيدور في دماغ البعض اللي صدر أزمات لموسيماني وغيره كتير جدا من المدربين بطريقة أسئلة ما بتشوفهاش كتير غير عندنا. نشوف السؤال وكولر رد عليه ازاي وعندنا تعقيب مهم جدا. هل في عتاب لكابتن محمد الشناوي؟ شفنا حضرتك كنت واقف على كابتن محمد الشناوي بعد الماتش، هل في عتاب على بسبب الهدف؟ Wir haben gesehen, dann du hast mit dem Schinau nach dem Spiel gesprochen. War es so, dass du ihm, dass du enttäuscht warst dann oder mit ihm Gespräch gehabt hast wegen dem Tor, was er kassiert hat, dass er einen Fehler gemacht hat? Nein, ich habe gesagt, er soll sich freuen und dass wir das Spiel gewonnen haben. Dann hat er gesagt, dass er imbissert und er jefrach mit der Latnot Nord. هي دي الأسئلة اللي بنتكلم عليها. يمكن كتير جدا كان الأسئلة دي بتسأل، هو برضه عشان اللي ما سمعش الفيديو كويس كان كولر بيتسأل انه هو تشاف بعد المباراه بيتكلم مع الشناوي على جنب، ده ممكن يكون بيتكلم في 100 حاجه 200 حاجه 300 حاجه، انما الحاجه
اللي لازم الناس دماغها هتروح ليها، مش لازم كل الناس. انا بتكلمش انا عن جمهور الاهلي، انا بتكلم على لما تسال مدير فني هتقول له اعتقد ان انت كنت بتكلم الشناوي في الهدف اللي جه فيه وان هو بيتحمل مسؤوليه الهدف او عنده خطا او كده، كان ممكن تلاقي المدير الفني بيتشد. وانا كولر بكل بساطه ابتسامه، يعني ابتسامه هي فيها جزء من السخريه، ثم رد ان هو كان بيقول له اهدى واتبسط واستمتع بالفوز وان انت حققت الثلاث نقط. هل هنا كولر مش شايف انه ربما قد يكون او فعلا الشناوي عنده جزء من الخطا في الهدف؟ اكيد شايف، بس ده مش للصحافه. انا مش هقول لك ان انا واخد اللاعب بتاعي بعد المباراه بكلمه جوه الملعب انت ازاي غلطت في الكره دي، لا، في لحظه كولر عارف هو ايه يتقال امتى، وفي لحظه كولر هو عارف فيها كويس جدا ايه اللي الصحافه يخصها تعرفه وايه اللي يخص فريقه ان هو يصلحه. وده التزام من مدير فني بسطني في حاجه، لان كتير جدا مديرين الفني للنادي الاهلي كانوا مستهدفين، وانا بقولها حرفيا وما زالوا طبعا وده جزء من الاستهداف. وراجع كده هات اربع خمس مديرين فنيين للمنافس في اخر مثلا اخر اربع خمس مديرين فنيين، وافتكر كده كام سؤال عمل مشكله معاهم. والله اتحدى لو افتكرت سؤال ولا اتنين بالعافيه، ده يكادوا يكونوا هم اللي بيشدوا او يعني بيعملوا او بيخلقوا شيء من العدم مع الصحفيين. ولكن اقدر اقول لك اكتر من خمس ست سبع اسئله اثار الجدل ومشاكل كبيره جدا مع المديرين الفنيين للنادي الاهلي، لان البعض ما بيكونش رايح زي مؤتمرات صحفيه كتير جدا ياخد اجابه او ياخد معلومه داخل فنيات المباراه، لا ده راح يتكهن، اصل انت ما كنت بتوشوش الشناوي، اصل انت يوم ما اتكلمت مع فلان، حاجه كلها قابله للتكهن ودايما بيتشاف فيها نص الكوبايه الفاضي مع الاهلي بس. فاتمنى ان كولر يقدر يتعامل بالشكل ده طول الوقت ويدير الامور بذكاء كما هو معتاد منه مع الصحفيين. هو واضح ان هدوءه ده يعني هيسبب للبعض اللي بيتصيدوا بعض التصريحات من المديرين الفنيين للنادي الاهلي يعني ازمه، لان اكيد الراجل اتكلم بمنتهى الهدوء. وعجبني جدا سرعه البديهه اللي عنده، لا انا مش هروح اكلمه عن خطا، انا حتى لو كان بيتكلمه عن خطا انا بكلمه عن انه يستمتع بالمباراه. ودي نقطه برضه عايز اوصلها لجماهير النادي الاهلي، هي فكره ان احنا ما نقفش عند خطا النجم ونبدا نكبره، خلاص طالما النتيجه خدت في اتجاه النادي الاهلي ورحنا للفوز، عرفنا الخطا واحنا يمكن حللنا اخطاء الهدف الاول، وبقول اخطاء لان اخطاء كذا لاعب في الهدف، وده طبيعي في كره القدم لان الاهداف بتيجي عباره عن اخطاء او جوده من المنافس، فبالتالي مش هنقف ايضا عند هذه الاخطاء، طالما حققنا الفوز نعدي ونركز ونبقى فاهمين دايما ان حارس المرمى زيه زي المدافع زي خط الوسط زي المهاجم عنده يعني مساحه يخطئ فيها، نتمنى بس يكون في تصحيح لمثل هذه الاخطاء. نروح لنقطه مهمه جدا، وبيننا بنتكلم عن يعني الفريق بشكل عام في مباراه طلائع الجيش، انا عندي وقفه مع لاعب مهم جدا، لاعب مهم جدا 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 على المستوى الشخصي بشوفه من اهم اللعيبه اللي ممكن تكون في مصر في الوقت الحالي، ولكن ينقصه الحته اللي هنتكلم فيها. اللاعب المهم ده اللي بيمتلك مهارات مختلفه، قدره على المراوغه بشكل مختلف، هو احمد عبد القادر، عنده قوه بدنيه، عنده كمان سنه الصغير ده يساعد ان هو يكتسب خبرات، بس هيكتسب خبرات من المواقف، ومن المواقف اللي احنا ممكن نلقي عليها الضوء. وانا هنا هعمل شبه مقارنه بسيطه جدا ما بين برونو سافيو في كره واكتر مع احمد عبد القادر في نفس الكره، وواضح جدا ان دي تعليمات من المدير الفني مارسيل كولر، لان لو استعرضنا الصور لو جاهزه هوريكم ازاي في تحركات واضحه جدا على ممكن نحطها يعني نكبر الصوره بشكل اكبر. بالنسبه لي دي كره لقطه برونو سافيو واليو ديانج بيستلم، وبرونو سافيو هو اللي هيستلم منه، لحظه استلام برونو سافيو شوفوا القرار هيتاخد في قد ايه. مرر الصوره اللي بعدها، برونو سافيو استلم الكره لمسه واحده، شوف تحرك كريم فؤاد وتاهب كريم فؤاد رايح ل على المرمى مباشره، لمسه واحده كان كريم فؤاد. الصوره اللي بعدها هتلاقيه مواجه للمرمى، يمكن هو بس يعني الجرى او اتجاه الجري كان للداخل، فبعد كده الكره جات له في الخارج فلف مره ثانيه فخد وقت والحارس قفل زاويه التمرير. دي كره لبرونو سافيو، دي كره بالظبط بالظبط من قطع الكره برونو سافيو للركنيه اللي حصل عليها كريم فؤاد اربع ثواني بمعنى اربع ثواني. ادي الصوره الاولى، برونو سافيو بيتدخل بيقطع الكره من خط وسط فريق طلائع الجيش. الصوره اللي بعدها هتلاقيه على طول
لمسه واحده. شوف كريم فؤاد وتاهب كريم فؤاد واتجاه الجري على طول، جاهز للجري على طول، استعد للانطلاق خلف المدافعين. الكره اللي بعدها هتلاقي على طول، او الصوره اللي بعدها هتلاقي على طول برونو سافيو حط الكره ولكن غطى مدافع من مدافعي طلائع الجيش، والكره دي خرجت ركنيه. ده كله حصل في 4 ثواني بالظبط. واضح ان في تعليمات بتحركات من كريم فؤاد من قبل المدير الفني لانها اتكررت اكتر من مره، انا جبت مرتين فقط لا غير. واضح جدا برونو سافيو متفاهم جدا مع كريم فؤاد. تعال اللقطه دي، وهي لقطه احمد عبد القادر، نفس اللقطه تقريبا. كريم فؤاد مستعد ان هو يخترق ما بين السنتر باكس وعنده المساحه واسعه وفاضيه، ويقدر يخش على طول بوان تاتش، وان تاتش من احمد عبد القادر، هيعملها زي برونو سافيو، هيحط كريم فؤاد وربما محمد شريف الاثنين في اتجاه المرمى منفردين. اللي حصل ايه؟ اللي حصل في الصوره اللي بعدها ان احمد عبد القادر وقف الكره وادى ظهره للخطوره. هتلاقي كريم فؤاد بيقف عشان ما يدخلش مصياده التسلل وبيشوف ايه اللي هيحصل في الكره، وشريف نفس الكلام وقف. الصوره اللي بعدها هتلاقي الكره بتتقطع من احمد عبد القادر. طب بتروح فين الكره دي؟ على طول بتتعلى من عليك مرتده تروح عرضيه، خالد قمر طالع واخد الكره ويلعب الكره بدماغه، ولكن يعني ما احسنش التعامل معها، وده افضل شيء حصل ان هو ما احسنش التعامل معها. فتخيل كره زي دي في يعني برونو سافيو وفي كريم فؤاد وبتتكرر اكتر من مره وجات لاحمد عبد القادر، سهل جدا تتعمل وتبقى متحفظه بشكل واضح جدا، مش شرط يكون برونو سافيو هو اللي بيعمل الكره دي. لكن احمد عبد القادر النقطه بقى السلبيه هي فكره الانتظار في وقت ممكن تكون تخلص من الكره او لعب الكره يكون افضل بكتير واسهل بكتير وافضل بكتير المنافس. يعني الكورتين بتوع برونو سافيو ما جوش اجوال، لكن واحده انت خدت منها ركنيه، وواحده رجع كريم فؤاد بالهجمه وعملت عرضيه، فكان الكره في استحواذك. لكن الكره اللي انت فقدتها دي كانت ممكن تيجي في مرمانا هدف، فدي نقطه مهمه جدا. وان كان احمد عبد القادر من اللعيبه المميزين جدا وقدر يصالحنا في الشوط الثاني مع بدايه الشوط الثاني، وسجل هدف ايضا صنعه له برونو سافيو.